It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Oh my god, طرات الدراري واحد الكارثه. اخر مره شاركت الفورم 1900 واحد اللي تسجل وبزاف 1900 وشي حاجه اللي تسجلوا وبزاف بزاف بزاف الاخوان. حنا عندنا ايفينمون هير ماستر مايند لي صغيور 45 ديال الناس اللي كاينه 1900 كنقدر هذا الشيء. ولكن كما قلت لكم شهر اكتوبر نوفمبر ديسمبر اللي كثرنا في 3 شهور هادو غادي نديروا واحد الايفنت في المغرب اللي يكون كبير فيه 1200 واحد. 1200 واحد ديك الساعه تقدر تسيبورتي هذيك ديك القاعه الكبيره تقدر تسيبورتي 1200. دابا البلاصه فاش كاينين كتسيبورتي 45 ديال الناس كتسيبورتي 60 ديال الناس. حنا غادي نكونوا 15 وغادي نعرضوا 45 هما اللي غادي نابروفي وصافي. كنعتذر الاخوان فريمون وصعيب وحق الله الا عرفتي اصعب حاجه هي تختار 45 واحد من بين 1900 واحد. وبزاف لي بروفيل بزاف لي بروفيل قريتهم زوينين الناس الزوينين بزاف اصاحبي. انا تصدمت والله الا تصدمت وحشمت. الاخوان اللي قالوا لي اوكي ماشي مشكل الله يحفظك يصور لينا صور لينا وانتم كدوا وخلوا واحد الكاميرا كتصور. حتى انا الاخوان كنت واحد النهار جبت نفس الغلط كنت في واحد الماستر مايند وجبت التليفون وهو يدور فيا اللي منظم الماستر مايند قال لي لان ما كانش في حياتي ما عمري حضرت شي ماستر مايند وما كانش عندي الثقافه ديال الماستر مايند. فهمتي الماستر مايند هو واحد الكميه ديال الناس صغيره وراه كتجمع والهضره اللي كتقال في الماستر مايند ما كتقالش في لي زيفينمون لان لي فيرمون في البابليك البابليك ما كتعرفوش ماشي بحال واحد الكميه الناس صغيره. لي فيرمون كما كتعرفوا هو واحد سبيكر ولا بزاف ديال سبيكرز كيدويو كيعاودوا التجربه ديالهم ولا كيشارك شي كاز ستادي والاخرين كيسمعوا. الماستر مايند لا كلشي قال شي كيسمع لشي وكلشي كيدوي وكلشي كيسول كلشي كيجاوب واللي يعني ونقدر الواحد يعاود يعني وفاد خلال كلشي قالت كلشي راه غادي يقول بزاف الناس اللي هما ما موالفينش بالكاميرا وما عتكون ما عمر شفتهم. والناس اللي بقيت كنشوف تما راه ما عمر عرفتهم كاينين في المغرب ولا عايشين حتى اول مره غادي نعرفهم المهم من خلال التسجيل ديالهم غايقول شي مشكل ديالو شي حاجه المشكل ديالو ويقدر يدوي على البيزنس ديالو يقدر يدوي على النيتش ديالو يقدر يبغي شي مساعده يقدر يدوي على شي مشكل شخصي ديالو. حتى من الكاميرا ما كندويش على مشاكلنا الشخصيه. انا فعلا انا كندوي انا ما عنديش مشكل ولكن بزاف الناس عندها مشكل وخايب تدوي والحقيقه هي ما خاصكش تدوي فهمتي ما خاصكش تشارك اي حاجه فهمتي ما يمكنش تشارك البيزنس ديالك. دابا شي واحد عارف السطورات ديالي لا شي واحد عارف لي برودوي ديالي في امازون لا في الماستر مايند يقدر هادشي تبارطاجا يقدر شي واحد عنده مشكل شخصي يقول مثلا مثال بسيط الى يومنا هذا كاين واحد التريك به باي بال كتولي كتقبل بايونير ما كيتبارطاجاش لان لا تبارطاجا كيترون كان عند الناس صحاب الدومين وشي كيدوزو شي تيقول لي لا باقي كتقبلها كيفاش ولكن ما كيتبارطاجاش. قضية اخرى ما يقدرش شي واحد في شي ايفينمون يجاوب على هاد الاسئله هادي من شارل زين الشيو من هنا من كلشي ما يقدرش يجاوب ملي تكون الناس كلشي جالسين وما كتعرفهمش شكون اللي جالس تمايا واصلا هادي شدوها هي راه تجي خرمزوها ما يخدموش بها لان الحجم اللي كيكثر عليها بنادم كتخرم. مثلا من هاد الاسئله هادو هو شي واحد يقدر يسول كيفاش نحل بزاف تاع الفيسبوك ادز اكونت يكون عندي بزاف ديال الحسابات الاعلانيه في الفيسبوك ما تقدرش تجاوب. كاينه طريقه كاينين جوج ما تقدرش تشاركهم لان الا شاركتهم للبوبليك غدا تجوك في كلشي حتى واحد ما تيبقى مستافد. غير دي زيكزامبل ديال الاسئله كيفاش واش كاينه شي دوله ممكن نحل فيها كونت بونكير كانت كتبارطاجي ديما واحد الدوله اللي هي جورجيا صافي سدات الباب اون فوا كتوصل شي حاجه للبوبليك ما كتبقاش صالحه جورجيا وقفات تايلاند حتى هي وقفات اي حاجه ماليزيا حتى هي الاخرى حتى هي وقفات الى يومنا هذا باقي بيناتنا شي واحد تيبان معقول كنبارطاجيو معاه تقول له صافي بلا ما تضيع وقتك غادي تشد الطياره غادي تمشي لهنايا غادي تقضي غراض فين غادي تمشي ما تضيعش وقتك ها فين غادي تمشي ها فين غادي تمشي ها فين غادي تمشي. وهاد تزيد عليها واحد القانون المغربي كيمنع ان يكون عندك كونت على برا عندك غرامه وعندك الحبس الا كان عندك كونت على برا. علاش انا كندوب الثقه انا ما عنديش الاقامه في المغرب عندي برا المغرب وبالتالي كيتسمح لي اني نحل الكونت قانوني على برا علاه كندوي هاكو عما غير قانوني. الاسئله هادو يقدر فهمتي كيفاش نجيب بزاف تاع لي كريديت كارد شي بانك عافاك كتعطي بزاف لي كريديت كارد باش نحل بزاف تاع الفيسبوك اكونت. جواب كاين ما يقدرش تشاركوا اليوم بالليل غدا مع الصباح ديك الشركه غادي توقف ما تبقى لا كريديت كارد لا ديبيت كارد. وهذا الاخوان هو الفرق ما بين ايفينمون يعني كونفرنس اللي كنسميوه ايفينمون في نفس الوقت وبين ماستر مايند. ولي زيفينمون الفائده اللي كتستافد منها هي ديك ليكسبيريونس كيشاركوا دوك الناس
اللي كتكون عامه، اضيف للنيتوركينغ دوك الناس عام دوك الناس مع من كتلاقى، هادشي اللي كتستافد من الكونفرنس بالدرجه الاولى. مثلا انا اليوم عام تلاقيت مع واحد اكسبير ادفايزر في الفينانس، قلت له انا الكريديت سكور ديالي في الطيران قد سمح لي ناخذ حتى 100 مليون الكريدي عندي في الكريديت كارد نستعملها وقت ما، قال لي نوريك كيفاش طلع الوان. قلت له الكريديت سكور عندي قد عندي كارت كريدي عاطيها لي البنكه اللي معاطيني فيها الكريدي، مشيت حتى ناقص 100000. هادشي بيان سور هادي فهمو الناس ديال الميريكان قضيه الكريديت سكور، علاش حنا الابناك في المغرب والدول العربيه الا ما عندكش ضمانات ما يعطوكش كريدي، لا في الدول الاخرى بحال الميريكان الامريكان وبزاف ديال الدول ما كيقولكش عطينا الضمانه عاد نعطيوك الكريدي، لا تيشوفوا التعامل ديالك السابق واش كتخلص الفاكتورات في الوقت، الماء في الوقت، الضو في الوقت، لي فاكتور كاملين في الوقت، ما كيطراش لك الاوفر درافت في لي كارت كريدي ديالك، كتخلص ديما داكشي اللي عليك في الوقت. اش كيديروا كيقولوا هذا الشخص معقول ما كاين لا ضمانات لا والو، كيعطوك الكريدي كتزيد تتوريهم راك معقول تيزيدوك، ما كتستعملش داك الكريدي اللي كيعطوك تيزيدو. انا في الطيروند عندي مشيت حتى ناقص 100000، وهذا السيد هذا ما يتلاقاش معاه اليوم قال لي غادي نوريك كيفاش تطلع على ال 1 مليون. بيان سور على حسب الاكسبيريونس ديالك والنيتورك معاه، هو عرفنا اش كندير عرفتو اش كيدير تفاهمنا عليه دوليا في هذا الشيء. يقدر انت تكون خاصك شي واحد اللي يوريك كيفاش تربح 20 دولار في ادسنس في النهار، تلقى مع شي واحد تيدير 500 بالزربه تجي يقول لك اه اوكي ماشي مشكل ولي مينتور. زعما اللي بغيت نقول هو كنعتذر للناس كاملين الا ما جاتكش لانفيتاسيون، كنعتذر ليك والله وقدرني، كنتمنى تقدرني. 1901 غادي نختار من 45 والله صعيب، راه صعيب قدرت تكون بروفيل واعر وغادي نحس من الثاني قدرت طرا ليا فهمتي ديال انا واعي، انا حاس براسي واعي علاش ما تختاريش، هضرني والله هضرني فريمون فهمتي. وراه ديما كنقول انا في الفيديو انا ماشي داك الشخص الروفيكس، الا تلاقينا انا وياك راه حنا صحاب ونعتذر اللي درنا هو اختارينا بالوعوريه واختارينا حتى بالسن، وكتلقى بزاف الناس واعرين اختارينا منهم ثلاثه، ومشينا للناس ديال 40 عام اختارينا منهم ثلاثه، ومشينا للناس ديال 30 عام اختارينا منهم 10، والمبتدئين جبنا منهم خمسه باش خمسه ديال المبتدئين باش يكون التوازن، لان هذاك تيكونوا خاصين شي لعيبات بساط حتى هو غادي يقلع فهمتي، ما يمكنش ليفنت نجيبوا الناس الواعرين، خاص فهمتي يكون التوازن. او بلوس طالع جبنا 20 عام، جبنا الناس 30 عام 40 عام، جبنا كلشي. الناس اللي تختاروا غادي تبدا واحد البنت تصل بكم من غدا ان شاء الله، من غدا السبت والحد ولا الاثنين، المهم الا اتصلت بك راه عندك باش تكونفيرمي الكونفيرماسيون ديال جاي ما جيش في 24 ساعه، ما كنتيش جاي كنلغي ويدوز اللي بعد. كما قلت ما كونفيرميتيش في 24 ساعه صافي مزيان تخلي البلاصه اللي بعد منك تعطى البلاصه ديالك لواحد اخر. ردوا البال مع التليفون مع كي لا اتصل بها تعاود اتصل بها تعاود اتصل بها اوكي تلغى دوزو اللي بعد منه. غود لاك الدراري وتبارك الله عليكم، وبيان سور كيما نعاود نفكركم عاوتاني راه كاين ليفيرمون ان شاء الله جاي يا اما في اكتوبر يا اما نوفمبر يا اما ديسمبر، عندي واحد المذكره كنسجل فيها كاع لي دات اللي راهم ريزيرفين اللي راني مشغول فيهم خليتها في الطايلاند. دونك ان شاء الله ملي نرجع للطايلاند غادي نجلس غادي نشوف دوك لي دات وغادي نحددو ان شاء الله لا دات ديال ليفيرمون يا اما اكتوبر يا اما نوفمبر يا اما ديسمبر على حساب سميتو، غادي نحددو الوقت ان شاء الله. وديك الساعه راه 1200 واحد غادي تكون القاعه كبيره وان شاء الله فهمتي بغينا نديرو شي حاجه طوب فريمون كيبقى فيك الحال. راني في فيرمون في مصر، راني في فيرمون في سنغافور، راني في فيرمون في تايلاند، راني في فيرمون في ماليزيا، راني في فيرمون في امريكان في نيويورك، فيرمون في لاس فيغاس، فيرمون هنايا في اورلاندو. فاك غنديرو شي حاجه في بلادنا وغادي نديروها واعر. كنشكر اي واحد عمر الفورم، الناس اللي ما عيطلاش نعاود نعتذر منهم، نعتذر منهم مليون مره، سبعات المليون مره، نبوس لكم راسكم يتيكو انا ما عنديش مشكل، كيما كنقول ديما انا ماشي داك الشخص الروفيكس ولا سميتو. شكرا بزاف. ما حاجه اخرى نسيتها هي ما كاينش المشكله باش نختار 45، كاين المشكل حتى نختار حتى 15 يا صحابي. النيتورك المشكله من اللي حسبتها من الاول حتى الاخر لقيت فيها 82 واحد، بدا من بلال الشقر حاكي انت غادي تشلنا بالمحايل 82 سميه، كان صعيب نختار تم الدراري وباقي لها دابا ما اختاريتش وكنتهرب من الاختيار، وباقي تم نجلس معاهم نجلس مع الاكثريه ديالهم نقول لهم اش بانوا لكم، عطوني منكم 15 انا ما باغيش نختار، عطوني منكم 15. كان حمد الله على واحد الحاجه اني ما كنتش مسالي بارطاجيت هذا الشيء في ستوري، باقي باغي نبارطاجيه في الفيسبوك بروفايل، فيسبوك بيج،
كانت تجي ترون بالبيان، ولكن الحمد لله دار الله خير. داك النهار كنت مبرزط، خاصني نمشي نحيد خدمتي، درت ستوري ومشيت في حالي.